أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه. إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غداه، وشق الفرج مولودا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، فهل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك الحيارى، سيسأل كلهم عما افتراه.